السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء متابعيني وزملائي في مادة Dental Material 1. كنا في المحاضرة السابقة تكلمنا على الـ Impressions Materials كالمتطلبات، وتكلمنا فيها على التقسيم اللي حصل وكيف عرفنا أنه كيف قسموا الـ Dental Material أو كيف قسموا الـ Impression Dental Material إلى قسمين أساسيين، قسم احنا سميناه Rigid Impression Material وقسم سميناه Elastic Impression Material. عرفنا في آخر المحاضرة السابقة أن The Rigid Impression Materials هي تستخدم ومحصورة ومحدودة وملزمة أنها تكون للناس الذين حيكونوا Edentious اللي ما عندهمش ولا سن. لماذا؟ لأنه من اسمها The Rigid Impression Material ما عندها قدرة أنها تدخل في فم المريض وتخرج بكل انسيابية، بالعكس هذه الطبعات الريجيد امبرشن ماتيريال من اسمها الطبعات الصلبة، فتدخل كعجينة وهتخرج وهي صلبة. فإذا في عندك سنة واحدة بس في فم المريض، سنة واحدة ما بيكون عندها مرونة هذه الطبعة تخرج من حوالين هذه السنة لعدم وجود أي مرونة. الإلاستيك امبرشن ماتيريال أو الريجيد امبرشن ماتيريال إحنا قسمناها إلى قسمين أساسيين أو إلى ثلاثة أفراد عفوا، اللي هما امبرشن بلاستر أخذناه في المحاضرة السابقة أو في التسجيل السابق، وكانت عبارة عن دقيق باودر وليكويد خلطناهم مع بعض إلى أن كانت عجينة. اللي بتكلم على الدينتال امبريشن كومباوند اللي هي الفرد الثاني من عائلة الريجيد امبريشن ماتيريال، وهنتكلم كمان على زنك أكسيد إيجانول اللي هي بتجي كمان الفرد الثالث من هذه عائلة الريجيد امبريشن ماتيريال. إذن الريجيد امبريشن ماتيريال ثلاثة أفراد، المميز في هذا الجروب لهذا الثلاثة الأفراد اللي هم امبرشن بلاستر اللي تكلمنا عنه سلفا، وهذه الامبرشن كومباوند والزنك اوكسيد ايجانول اللي حنتكلم عنها بعد شويه، كل واحده تجي بشكل، يعني واحده باودر وليكويد، واحده جاءت كقطع صلبه تذوب في الماء، وواحده جاءت لك اثنين معجين تو بيست، يعني كل واحده شكل، ما هوش بيجي يعني كلهم باودر وليكويد ولا بيجي معجين، لا كل واحده شكل. خلونا في هذه. طبعا المميز في محاضره اليوم حنشوف لكل impressions حنشوف فيديو خاص في كيفية التعامل معها. إذن احنا الآن في الفرد الثاني للعائلة الأولى اللي هو dental impression compound. كيف تجي هذه؟ هذه بتجي rigid صلبة بهذا الشكل، وهي reversible in sitting by physical أو set by physical changes. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه هو أول ما تشتريها من السوق من الشركات بتجي لك صلبة 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 زي البلاستيك، اول ما تدخلها في الهيتنج في جو دافي او ساخن بتحصل انها تتحول الى سوفت زي الصلصال، شلت عنها الحراره بترجع زي ما كانت قطعه بلاستيكيه، عشان كذا يسموها ريفلسبل يعني عكسيه، يعني جبت لها حراره تحولت الى عجينه، شلت الحراره او عملت لها كولنج رجعت ايش هارد او صلبه من جديد. هنشوف هذا الشيء في المقطع الفيديو التالي، بس قبل ما اتكلم عن الفيديو، الامبريشن كومباوند تتقسم الى قسمين اساسيين، اللي هو القسم الاول اللي هو يجي شكله عاده ودائما لون احمر ريد، وهي يسموها تايب 1 بعض الكتب تسميها، اللي هي بهذا الشكل اللي هي تجي تستخدم كطبعات وهو موضوعنا. النوع الثاني في الدينتال امبريشن كومباوند اللي يسموها جرين ستيك، يجي عاده باللون الاخضر، والشركات عملت كمان منه احمر وابيض يسموه تري اكستنشن، وهذا مش موضوعنا، بس لو واحد يعرف ايش معنى تري اكستنشن، ساعات نشيل مدد او نطول من حجم التري او من امتداد التري، فممكن نستخدم هذه الماتيريالز. هتاخذوه ان شاء الله في ماده البروستيك ان شاء الله. خلونا نشوف هذا المقطع الفيديو اللي حيوريني كيف التعامل معها قبل ما ابدا في شرحها. متى ما فتحنا هذا الفيديو حيوضح لي بشكل اسهل. طيب هي تجي قطعة صلبة بحطها في ربل باول، بس خليني أوقف كذا شوية، يعني هي زي ما شفنا في بداية المقطع الفيديو بتكون هي عبارة عن قطعة صلبة دخلتها في هذا الربل باول الإناء، ويكون في معك ماء دافي درجة حرارته 55-60 درجة مئوية، بجرب التري شافها كويسة، الآن بيدخل الإمبريشن كومباوند في الماء الدافي مدة 4 إلى 5 دقائق حتى تكون إيش سوفت، تكون طرية زي الصلصال. طيب شفتها قد هي السوفت، الان كل شويه كل ما يخرجها من الربل باول حتكون ايش ما هياش مناسبه، لا والله كل شويه دخلها في الماء الدافئ عشان تكون سوفت. دخلها في فم المريض
وهي لازال تزال سوفت. بيستنى شويه لان تتصلب بيحصل لها سيتنج. طبعا هذه حركات معينه عشان يتاكد ان الطبعه اخذت المقاسات، لكن مع الاسف طلعت الطبعه مع الاسف في هذا المكان. لاحظوا هذا المكان طلع ناقص. اذا بعد ما خرجت طبعا من فم المريض كانت كويسه كويسه كويسه، لكن في هنا مكان فيها ديفكت. فاكرين المحاضره السابق ايش قلنا على الامبريشن بلاستر؟ كان الدكتور يدخل الطبعه في فم المريض بعد ما يخلط الباودر مع الليكويد ويحطها في التري ويدخلها فم المريض ويخرجها. لو في نقصان ممكن يضيف يخلط من جديد بلاستر عجينه ويحطها في المكان النقص. هذه الطبعه النوع الثاني، وكمان حنشوفها في النوع الثالث الزنك اوكسيد ايجانول. متى ما كان في عندك نقص ممكن ان تعدل هذا النقص. كيف اعدل هذا النقص اللي شافه الدكتور بعد ما خرجها؟ حنشوف الان ايش حيسوي. حياخذ كميات موجوده هنا، في كميات هنا موجوده، حيشيلها ويحطها في الماء الدافي، دخل الطبع في الماء الدافي عشان ترجع سوفت، وياخذ من العجينه اللي هي موجوده معه هنا. والله بدا يحلها الان، بدا يعمل لك اضافه او توفي، يضيف الاماكن النقص ويشوف الاماكن اللي شي تعديل ما طلعت واضحه. اذا اضاف كميه في الاماكن الناقصه زي ما انتم شفتوا الان بعد ما خرجها، ودخلها فما مريضه مره اخرى. اذا حيبقى يطلعها لو ما نشوف ان قديها كويسه طلعت كل التفاصيل حق فم المريضه. نشوف الان ها طلعت انا مكتمله. لا والله طلعت مكتمله بشكل كويس زي ما شفتوا الان، طلعت ممتازه. طيب حنقرا هذا الكلام من جديد. اذا هي عباره عن قطع بلاستيكيه ريجيد، هذا البيس اوف كومباوند حيعمل لها غمر في حمام مائي درجه حرارته 55 60 درجه مئويه، يعني تقريبا 60 درجه مئويه هي تقريبا حراره الشاي الذي نشربه، مش اللي هي اول ما يغلي في 100، 60 يعني اللي مقبوله في اثناء شربنا. طيب او اخف شويه. أن بتخليها في هذا الماء اللي هو معتدل السخونة لمدة 4-5 دقائق. طيب واحد يقول لي لو خليتها 100 درجة مئوية حتكون بدل ما هي 4-5 دقائق حتكون دقيقة واحدة، أقول له أوكي، بس هل أنت بتضمن أنه بيكون من الداخل والخارج هذا القطع الصلبة بيحصل له سوفتنج كلها؟ ممكن يحصل لك في خلال دقيقة في حرارة عالية أن تكون من الخارج سوفت طرية جدا ومن الداخل لا تزال صلبة، زي موضوع الطباخه، زي ما واحد يدخل كيكه في الفرن وتبقى عندك من الخارج مستويه ومن الداخل عجينه، يعني ما حصلش التفاعل الكلي من الداخل والخارج. عشان كذا العلماء شافوا انه خليها 60 درجه مئويه 4-5 دقائق حتى تو انشور كومبليت سوفت، تتاكد انه كلها الماده الصلبه القالب الصلب كان كله بقي ايش؟ سوفت. طيب انا شلتها زي ما شفتها بالفيديو، حطيتها عملت لها اللودنج في التري، حملتها في التري او القالب البلاستيكي ودخلتها في فم المريض. اللي درجه حرارته كم فم المريض؟ 37. طيب ليش دكت هنا 37 وهنا 55 60؟ يعني حراره جسم الانسان مقارنه بحراره الطبع يعتبر بارد ولا حار؟ حراره جسم الانسان، جسم الانسان 37 يعتبر ابرد من حراره الطبع. فايش بيحصل لها؟ بيحصل لها هاردنس او بتتصلب. إذا مرة ثانية أقول أكبر خطأ شائع في عملية عمل هذا الطبعة أنه هو ما بتخليش يحصل لها كومبليت سوفتنينج، يعني بتستعجل فيها، لازم تتأكد أنه حصل لها كومبليت سوفتنينج. طبعا فتخرج الطبعة من فم المريض بهذا الشكل وتصبها على طول. ما مميزات هذه الطبعة؟ أول مميزة أنها نون اريتنت نون توكسيك، لا مهيجة ولا سامة. والميزه الثانيه انها كان بي ريوز سيفرال تايمز. ما معنى هذا الكلام؟ يعني انا دحين لو عملت هذا الطبعه اللي شفتها قدامكم، خرجتها من فم المريض، جيت للمعمل، المعمل قال لي يا دكتور والله انت ما انتبهت شكلك، كنت تعبان شكلك يا دكتور، ما انتبهت فيها مشاكل. ايش ممكن تسوي؟ حتاخذ نفس الطبعه هذه اللي خرجتها من فم المريض حق نفس المريض مش حق مريض ثاني. ما دام الفني علق لك عليها او انت ما انتبهت لها، ممكن هذه الطبعه تدخلها في الماء الساخن مره ثانيه وثالثه وتدخلها فم المريض حتى تطلع لك تفاصيلها حلوه. ولو انه بعض الكتب تقول لك مش مستحب كثير، لانه كل ما دخلتها مره ثانيه وثالثه ما بتكونش فيها صفه المرونه. يعني بتكون شويه في مواد فيها المرينه تروح مع الماء الدافي، فما بتكونش هذيك الطراوه موجوده، حتكون طريه بس مش ذاك الطراوه الممتازه. زي ما واحد لما يستخدم صلصال حق الاطفال يشتريها لاول مره يفتح الكيس حقه ويشيل الصلصال، لكن بعد فتره يعني يومين ثلاثين بتحس ما عاد فيها هذيك الطراوه، لان المكونات الاساسيه في هذا الصلصال راحت
والمكونات الأساسية في طراوة هذه الماتيريالز كل ما دخلها في الماء الدافي بتفقد هذه الميزة. الميزة الثالثة والأخيرة أنها بتكون قابلة للتعديل minor defects. زي ما شفنا بالفيديو ممكن أضيف impression compound الأماكن اللي فيها تشوهات وأعدلها ودخلها فم المريض. أما عيوبها عندها عيوب قاتلة اللي هي poor dimensional stability، ما عندها استقرارية في الأبعاد، يعني معناه لو خرجتها من فم المريض بتكون الطبعة لو ما صبيتها جبس، أنا رحنا طلعتها من فم المريض لو خليتها على الطربيزة ونسيت ما أصبها البوزيتيف الجبس علشان تطلع للقالب المفترض أنه أنا أستخدمه، ممكن هذا الطبعة من الحرارة والبرودة يحصل لها أنها تتغير معالمها وهذا مشكلة. إذا لازم أول ما تخرج تصبها جبس على طول. العيب الثاني أنه تفاصيلها ضعيفة، ما هيش تفاصيلها حلوة زي ما كانت جود في الإمبريشن بلاستر، إذا تفاصيلها ضعيفة. والعيب الثالث اللي هو مشترك في جميع الريجيد امبريشن ماتيريال انها نوت يوز ان ذا بريزنس اوف ذا تيث، ما نقدرش نستخدمها في وجود الاسنان لانها ما في عندها اي مرونه، لانها من عائله من الريجيد امبريشن ماتيريال، اذا ممنوع تستخدمها في وجود اسنان. نجي على الفرد الثالث في هذه العائله وهو افضلهم يعتبر اللي هو اسمه الزنك اوكسايد ايجانول، اللي هو اكسيد الزنك اللي هو مطعم بماده الايجانول اللي هو القرنفل. هذه الماتيريالز زي ما قلنا واحدة جاءت بودر وليكويد كانت إمبرشن بلستر، واحدة جاءت لك قطعة بلاستيكية دخلتها في الماء وكان تفاعلها فيزيائي حار بارد يعني تتعجن بالحرارة وتتبرد وتتصلب بالبرودة، أما هذه جاءت تفاعل كيميائي بحت، جاءت عن طريق تو بيست، وعادة ما يحبوا هذه الألوان الوردي والأزرق. واحدة اللي يسموها اللي هي اللي هنسميها البيس، والثانية هي الكاتاليست. واحدة اللي هي الزنك أوكسايد اللي بتجي عادة باللون الأزرق، الزنك أوكسايد زي ما انتم شايفين هنا، وهذه الوردية اللي هو الإيجانول. إذا تو بيست القاعدة والمحفز. يعني هذا يذكرني بال لو الشباب يعرفوها إنه لما يجي واحد فيه معاهم مواد لحام يسموها، لما واحد شي يثبت قطعة مع بعض الأحيان تروح لعند مواد البناء وتقول له جيب لي لحام بارد، يجي معجونين، معجون العادي الأصلي ومعجون اللي هو المحفز، بعد لو خلطتهم مع بعض خلط متجانس الى ان يندمج اللونين يكون عندك خلطه واحده ممكن تستخدمها في عمليه الصاق اي حاجه. اذا الماده الثانيه، الماده الاولى هي الاصليه هي الطبعه، والثانيه هي المحفزه التي تساعد على تصلب الماده الاولى بتفاعل كيميائي، يعني حتى لما دخلتها فم المريض حتتصلب لك في خلال 3-4 دقائق وتصلبت. طبعا بتجي الوان مختلفه، تو كونتراست كلر، الوان مختلفه. علشان ليش؟ لو كانت ابيض وابيض ولا احمر واحمر، هل بتعرف تميز انه قد اختلطت معاك او تم الميكسينج بشكل متجانس؟ لا. اذا بيكون معك لونين متجانسين علشان تعرف انه هل انه المزيج قد تم خلطهم. خلينا نشوف هذا المقطع الفيديو اللي حيوضح لنا كيف التعامل مع هذا الطبعه. بيكون مع الدكتور الورق الخاص اللي هو ورق خاص مغطى بالزيت علشان ما تلتصق لكش الطبعه، تعرف تخلط براحتك. والثاني اللي هي بتكون معك هذا البيس زي ما انتم شايفين يكون ازرق غامق ساعات بيكون، وهذا هو الكاتاليست اللي هو بيجي لون فاتح قد يكون ابيض او وردي فاتح. اذا بيس وكاتاليست بيكون نفس الاطوال، ياخذ تو راب اوف ماتيريالز خطين متساويين من البيس والكاتاليست. الممرضه بتحط لك هذه ماده الفازلين، لماذا تحط لك ماده الفازلين على البيشنت على المريض؟ لانه هذه ماده الزنك اوكسيد ايجانول لما يخلطها في فم المريض بعدين يجي يدخلها في فم المريض، لما يخلطها في الورق عفوا ما يدخلها فم المريض، هو بيخاف انه هو بيدخلها ممكن تمسك في السكن الجلد حق المريض، واذا امتسكت يعني معك هذا المريض عنده ما شاء الله مستاش او شوارب ما شاء الله كبيره ما شاء الله، لو غلط الدكتور وجات شويه من الطبعه في هذا الوجه في السكن من الخارج حتلتصق فيه، تعمل ادهيرنت تلتصق زي الصمغ فتعمل له irritation شويه تهيج. لكن مدى الممرضه حطت ماده الفازلين مثلا، الفازلين هذا بيكون طبقه عازله بحيث لو غلط الدكتور وهو بيدخل الطبعه وجاءت شويه من الطبعه على وجه المريض، الفازلين بيعمل ماده عازله لا بيخلي الطبعه تلتصق ولا تعمل اي تهيج. طيب اذا بتحط الفازلين قلنا كماده عازله، الان بيبدا يخلط ثرولي بشكل مكثف ومتجانس حتى يمتزج الخليطين مع بعض.
ما هو دقيقة كاملة يخلط فيها لما يكون ما عاد في أي معالم للون الأول والثاني، قدوا لون واحد جديد. بعد ما يخلص يخلط بهذا الشكل يحطها في التري. طبعا هذا يقولها للناس اللي ما عندهمش ولا سن، لازم في عائلة الريجيد امبريشن ماتيريال. حيدخلها بعدين بعد ما يتأكد انه قد ملاها الطبعة بهذا الشكل، حيجي يدخلها في فم المريض اللي هو ما عندوش ولا سن. حي ما يستعجلش طبعا، حيدخلها بشكل مضبوط، يتأكد انه دخلها. طبعا بيعمل حركة معينة، هذه يعني مش موضوعنا الآن، بس علشان تطلع التفاصيل بشكل أحلى. إذا نقرأها مرة ثانية، إيش سوى الدكتور؟ كان معه ورق خاص يسموه Oil Impervious Paper، ورق زيتي. ليش ورق زيتي؟ ليش بأخذ ورق عادي؟ ورق عادي للناشف، لأنه هي الطبعة فيها مادة الإيجانول. الإيجانول هذا أي شوية جمع القرنفل، هو زيت. فتخيل لما تخل الطبعة فيها الزيت على ورق ناشف، إيش بيحصل للورقة؟ هتشرب الزيت حق الطبعة. إذا أنا لازم أستخدم ورقة زيتية علشان ما أخلط طبعة زيتية على ورق زيت، أقدر أخلط براحتي ما يروحش المكونات وسط الورقة أو يشربها أو يمتصها. فأنت مخير، يا أما ورق زيتي يا أما جلاس سلاب أو قطعة زجاجية. هتعمل زي ما قلنا خطين، أو يسمى بالإنجليزي two ropes of paste، يعني بنفس الطول. بعد ما خلطتها أو بعد ما حطيت تعمل سكويزنج، تمزجهم مع بعض حتى يكون عندك الخلط ماله متجانس. طبعا هتخلطها بإيش؟ بحاجة اسمها ستيل ستيل سباشولا. فاكرين المحاضرة السابقة كنا نخلط بسباشولا عادية بلاستيكية، بس تجي كبيرة، ملعقة كبيرة بلاستيكية، لأنه بتخلط على إناء. لكن هذه بتخلط على ورقة، تحتاج حاجة أصغر وأكثر تحكما، اللي هي ستيل ستيل سباشولا، زي سكينة. تخلطها معك تقريبا دقيقة تخلط فيها، وإذا دخلتها فم المريض ثلاث أربع خمس دقائق وتتصلب معك. ما مميزة هذا الطبع؟ هذه تعتبر أفضلهم لأن عندها ثباتية في الأبعاد، يعني إذا خرجتها من فم المريض وحطيتها على الترابيزة لكم ساعات مش بيحصل لها أي تمدد ولا انكماش، زي الطبعة اللي قبل هذه الإمبريشن كومباوند، يعني ما تأثرش بحرارة وبرودة. الميزة الثانية تفاصيلها حلوة، يعني هو أهم صفة بيحبوها أني ثباتية في الأبعاد، تفاصيلها حلوة. وعندها عندها ميزة ثالثة موجودة في كل العائلة الرجد، اللي كانت اسم العائلة يا جماعة Impression Plaster، اللي كان أخذنا المحاضرة الأخيرة اللي دقيق وسائل. لو كان في عيب نقدر نعدلها عن طريق إضافة كميات من المادة نفسها بس تكون فريش. معنا Impression Compound، كان في عندنا Defect أو تشوه ممكن أخذ من العجينة من الماء من الموجودة في الإناء وأضيف. وهذه حتى لو حصل معنا في عندي نقصان في الماتيريالز، يعني ايش قصدي بهذا الكلام؟ لو الدكتور خرجها من فم المريض، يعني عمل الطبعة وخرجها من فم المريض، في عندي نقصان او تشوه او ما هي مكتملة على الطبعة، انا الدكتور يقدر يعرف هذا الشيء. انا شايف النقصان ما طلعت لي منطقة الابر سكس، طبعا ما في سكس بس منطقة هذيك، فممكن يعمل يخلط مرة ثانية شوية عجينة عجينة بيس وكاتاليست ويحطها في الطبعة في منطقة التشوه ويدخلها فم المريض. إذا ممكن أنا أعدل النقصان عن طريق إضافة فريش. إيش عيوب هذا الطبعة؟ كالعادة لا تزال لا يمكننا استخدامها في وجود الأسنان، لازم يكون الشخص ما عندهش ولا سن. لماذا؟ للمرة الأخيرة أقول أنها لو دخلتها كعجينة زي ما شفتوا الآن، بس أنا أربع خمس دقائق حتى تحول صلبة، ما عندها أي مرونة، فممكن ما تقدرش تطلع، ما فيش عندها إلاستيسيتي أو مرونة أنها تفك من حول الأسنان إذا في سن. العيب الثاني قال لك stick and natural and adheres to the tissue، يعني عندها صفة الالتصاق. واحد يقول لي طيب يا دكتور لما دخلت فم المريض ليش ما بتلتصق في فم المريض؟ يعني ليش بيدخلها الدكتور في فم المريض في البالت مثلا في الحنك، ليش بيعرف يطلعها؟ لأنه السلايف الموجودة أو اللعاب الموجود في فم المريض حيمنع التصاقها. هم بيخافوا من التصاقها خارج فم المريض في الجلد، بس ايش سوى في الفيديو؟ عملوا فازلين علشان ما يكونش تلتصق، لانه لو التصقت شوفوا العيب الثالث بيحصل لي برنك سنسيشن، احساس بالحروقه بسبب ماده الايجانول القرنفل اللي ممكن يحصل في التيشو اريتيشن. طيب نجي على العائله الثانيه، حنبدا خذ فرد واحد من العائله الثانيه اللي هو يعني العلماء قالوا يا جماعه يعني اخترعتوا لنا طبعات ما تنفعش الا في عدم وجود الاسنان. طب لو جالك مريض ايش تسوي طبعة وعنده أسنان؟ يعني لو جالك مريض بهذا الشكل، جالك عنده أسنان، إيش حتسوي؟ نشي طبعة بهذا الشكل، عجينة تدخل فم المريض وتخرج حتى لو في عنده أسنان. فقالوا حنجيب لكم هذه العائلة
الإعادة الإلاستيك إمبريشن ماتيريال اللي عندها قدرة أنها تكون ستريتشد أند بنت، ممكن تمطط وتنثني، يعني دخلتها فم المريض حتى لو في أسنان حتطلع معاك، لأنه عندها قدرة أنها تمطط وتنثني لدرجة عالية بدون ما يحصل لها أي ديفورميشن أي تشوه. إذن هذا حتستخدمها في وجود الأسنان، مش أنه لازم ما يكونش في أسنان، حتى في وجود الأسنان. طبعا العائلة هذه كبيرة جدا، عائلة الإلاستيك عكس الريجيد، عندها عائلتين صغار، عائلة اسمها هيدروكولويد، الطبعات الغروانية، هي مطاطية بس طبعات غروانية مطاطية وهي رخيصة في السعر. وفي معك طبعات الإلاستوميرز، الطبعات اللي هي احنا نسميها المطاطية اللي هي بشكل الربر اللي زي البلاستيك. هنتكلم على بس الهيدروكولويد. الهيدروكولويد هذا مصطلح يستخدم على الغروانية. ايش معنى غروانية او الهيدروكولويد؟ هو عبارة عن بوليساكرايد، يعني في المصانع ايش بيسووا عشان يطلعوا هذا الطبعات، بوليساكرايد اللي هو متعدد السكريات، بيستخدموه من او بيستدرجوا هذا الهيدروكولويد من فين؟ من مواد الجيلاتينية. يعني طبعا هم اخترعوها او استخرجوها من البحار الموجودة في اليابان، يعني فبدأ يستخدم مواد غروانية اللي هي زي الطحالب، هذا الطحالب استخدموها واستخرجوها في عملية صناعة هذه العائلة، عائلة الهيدروكولويد. طيب، إذا الهيدروكولويد هي عبارة عن بودر، هيجي يستخدموها هذه البودر البوليساكرايد اللي هيذوبوها في سائل خاص عشان يجيب لك سيمي سوليد جيلاتينس ميديوم. يعني فاكرين هذا الجيلي حق الأكل كيف بيعملوا في المطبخ في رمضان؟ بيجيب بودر يعني الجيلي ويحطه في أكوا سوليوشن في ماء ويبدأ يخلطه إلى أن يتكون عندك المحلول. إذا تجمد مثلا ممكن، أو برد شوي ممكن يتكون لك هذا الجيلاتينس ميديا. يعني في عندنا طبعة بهذا الشكل. بس هذه العائلة الهيدروكولويد الطبعات الغروانية اللي هي بودر مع ليكويد، لما تختلط ويتكون عندك اللي هو حاجة زي المحلول الثقيل اللي هو سيمي سوليد، يعني لا هو صلب ولا هو سائل، يكون حاجة صلب بس نص صلابة زي ما الجيلاتينس. لما بتحول هذه ممكن تتحول من بودر وليكويد إلى صلب ويسموها إرفلسبل. يعني هذا الهيدروكولويد في معنى نوعين من الطبعات الهيدروكولويد، طبعة بيكون تحت مظلة تفاعل إرفلسبل، وطبعة ثانية بنت عمها تحت مظلة تفاعل ريفلسبل. ما معنى هذا الكلام؟ لما يجي يقول لك ريفلسبل يعني سنجل ستيت، يعني تخيل لو في معانا عجينة دقيق وسائل خلطتهم مع بعض تكونت العجينة. العجينة هذه لو دخلتها بالفرن مثلا أو عملت لها أي حاجة ممكن تتصلب. طب لو تصلبت العجينة وتحولت إلى كيك مثلا، هل أقدر أرجعها عجينة؟ لا. إذن إيش اللي حصل لها؟ هل حصل تفاعل irreversible ولا reversible؟ حيكون التفاعل irreversible. يعني إيش حصل irreversible؟ يعني تحولت، طبعا قلنا دقيق وسائل تحولت إلى عجينة. هذا العجينة لو عملت لها تفاعل ماء واللي يكون مثلا دخلتها في إناء طبخ، فممكن تتحول إلى كيك، حاجة صلبة. هل المادة الصلبة هذه تقدر تتحول إلى عجينة مرة ثانية بالنسبة للكيك؟ لا. إذن هو irreversible يعني single state، خلاص التفاعل ماشي بخط واحد. لكن في عندي تفاعل ثاني اللي هو إيش؟ اللي التفاعل الجيلي. هذا الجيلي هذا لما صنعوه أنت خلطت باودر وليكويد، أوكي متفقين زي الأولة، تكون عندنا هذا المحلول. أوكي لو دخلته في الثلاجة إيش بيكون؟ يتصلب. طيب الجيلي لو تصلب في الثلاجة، لو خرجته من الثلاجة وسخنته من جديد، هذا الجيلي مش ممكن يتحول إلى سائل؟ أي ممكن يتحول. إذن وإذا تحول إلى سائل فكرت مرة ثالثة ودخلها الثلاجة، هيتجمد مرة ثانية. إذن إيش سموه؟ ريفلسبل. إذن الفرق بين الريفلسبل والريفلسبل أنه هذا بيكون في خط واحد، يعني بودر ولكويد، تكون عندي عجينة تكونت المادة الصلبة وخلاص. أما الريفلسبل حتكون عندي طبعة أخرى تتحول من جل إلى سوليوشن إلى جل، يعني تكونت إلى جل، بعد رجعتها لسائل، بعد رجعتها لجل، كيف أتلعب فيها؟ من محلول الى صلب الى صلب الى محلول عن طريق التلاعب بايش؟ بالحراره. اذا في معي طبعات، واحد يقول لي يا دكتور ليش بدرسنا هذا الشيء؟ لان في معي طبعات ممكن تتحول واعيد استخدامها كذا مره، في عندي طبعات لو فشلت خلاص
حرميها في الزبالة. حنشوف الطبعات الأولى اللي هي ممكن استخدمها كذا مرة، اللي هي أول طبعة في العالم من عائلة الهيدروكوليت، أول طبعة في العالم من عائلة الإلاستيك إمبريشن ماتريال، اللي يسموها عقار إمبريشن ماتريال. هذه كانت أول طبعة في العالم، استخراجها من طحالب، كانت تستخرج من اليابان في عام 1937، وتكون موجودة في السوق بهذا الشكل زي ما الأنبوبة أو زي معجون الأسنان، بالصلب داخل الصلب صلب، أو زي ما القطع بلاستيكية حنشوفها الآن. أقدر أتلاعب فيها زي الجيلي حق الأكل، أول ما دخلها في هذا الحمام المائي حتكون سوفت، دخلت فم المريض حتتصلب زيها زي الإمبريشن كومباوند. نشوف هذا الفيديو حنفهم بشكل أكثر. عيب هذا الطبعة أنها تحتاج إلى 3 حمامات مائية بهذا الشكل، يعني شوف في معنا 3 حمامات مائية حنشوفها الآن. حمام مائي أول درجة حرارته 100 درجة مئوية، حمام مائي ثاني وحمام مائي ثالث. حمام الماء الأول كم درجة حرارته؟ 100، يعني درجة الغليان. الحمام الماء الثاني درجة حرارته ما بين 62 إلى من 60 إلى 65 تقريبا. أما الثالث فدرجة حرارته بتكون من 42 إلى 48، يعني قريب من حرارة الفم. تجي في السوق يا أما بتكون أنابيب بهذا الشكل، أو بتكون وداخلها المادة، بتكون داخل المادة الصلبة، أو بتيجي عندك شوفوا هذه المادة كيف بلاستيكية، هذه المادة يا أما تجي بهذا النوع أو النوع الثاني اللي شفته زي معجن الأسنان. طيب لو أنا عندي هذا النوع لازم أدخل في سيرنجة خاصة فيها وأغلق عليها بهذا الشكل وأدخلها الآن في الحمام الماء الأول. قلنا كم حرارة الحمام الماء الأول درجة حرارته 100. هنا شغلها حيبقى تقريبا يخلي يمكن 3 دقائق أو بالأصح 10 دقائق، عفوا 10 دقائق، عشان يتأكد إنه المادة الصلبة اللي وسط الأنابيب تتحول إلى زي العجين. إذن 10 دقائق، طبعا 3 دقائق بيقولك 3x، يعني تقدر تستخدمها 3 مرات، يعني لو دخلتها كذا مرة، يعني لو استخدمتها بعدين بقي كمية منها تدخلها مرة ثانية في مية حرارة، في درجة حرارة 100 درجة مئوية. إذن 10 دقائق خليتها في هذا الحمام المائي الأول الساخن جدا حتى تحولت إلى عجينة. هدخلها في الحمام المائي الثاني. الحمام الماء الثاني كأنها تخزين، يعني بتخليها فيها ممكن حتى 3 أيام 72 ساعة إلى أن يتوفر المريض. يعني القصة إيش؟ أنه أنت بعد تستخدمها هنا، لو جالك المريض حتدخلها في الحمام الماء الأول 10 دقائق خلصت، حتدخلها في الحمام الماء الثاني إلى أن يجي المريض. يعني أنت دخلت في الحمام الماء الثاني الساعة 9 الصباح والمريض يقول لك يا دكتور بجي الساعة 11، إيش بتسوي؟ هتخرجها من الحمام الماء الثاني؟ لو خرجتها بتتصلب عليك ترجع صلبة. هل بخليها في الحمام الماء الأول؟ لا، ممكن تسيح عليك زيادة عن اللزوم. فالحمام الماء الثاني كأنه بعمل تخزين لها، تظل إيش سائلة زي السائل. إذن الأول بس علشان أحولها من صلبة إلى عجينية زي السائل، الحمام الثاني يحتفظ بها كسائل. طيب والثالث إيش فائدته؟ الثالث بعد ما يجي المريض خاصه فوق الكرسي بدخلها في الحمام الماء الثالث اللي درجة حرارة في 40s علشان أبرد شوية الطبعة قبل ما أدخلها فم المريض، يعني ما بتلاحظش الطبعة تتصلب، وفي نفس الوقت إيش بتكون شوية باردة على فم المريض، ما يعرفش ما يتحرقوش زي ما يقولوا. إذا معي ووتر باث حمامات مائية 3، الأول بيكون درجة حرارته 100 درجة مئوية لمدة 10 دقائق، الثاني بيكون بس علشان أخزن فيها لمدة 3 أيام، يعني لو ما جي المريض اليوم يجي بكرة، ما جيش بكرة يجي بعده، تظل هذه شغالة على درجة حرارة 60-65 حتى 3 أيام. أما الثالث علشان إيش؟ لما أدخله في الثالث بس دقيقتين علشان يكون مريح للمريض، ما يحركش ولا حاجة، يكون كومفورتبل. طبعا أنا دخلتها فم المريض بعدين، بأخرج الكمية في التري، دخلها فم المريض، بأخرجها بتكون شوية عادية طرية شوية علشان أتأكد إني تماسكت وبقيت صلبة شوية، بحطها تحت الحنفية لمدة لا تقل عن 5 دقائق. إذن علشان أتأكد إن هي قد متماسكة بعد ما تخرج من فم المريض يكون عندها ثباتية، فلا بعد ما تخرب علي بالجو مثلا أخليها تحت ماء فاتر أو بارد شوية درجة حرارته 13 درجة مئوية بعد ما تخرج الطبعة، علشان يتكون حاجة اسمها جيلاتيشنز أو الشبكة الجيلاتينية بحيث تكون الطبعة متماسكة، يعني أخليها أكثر تماسكا. ما مميزات هذا الطبعة؟ أول ميزة فيها أنها إيش؟ Good Surface Details، تفاصيلها ممتازة ممتازة ممتازة.
الميزه الثانيه ريوزبل اند ايزلي سترلايزد، ولو ان العلماء شويه مش موافقين عليها لانها شويه صعبه في التعامل، قال لك ممكن انا الطبعه هذه لو خرجتها من فم المريض ممكن يعني ما طلعت واضحه، ممكن اغطيها بكيس خاص نايلون وادخلها في الحمام المائي مره ثانيه علشان ايش ترجع تكون سوفت. اذا ممكن استخدمها مره ثانيه عن طريق ادخالها في نايلون وادخلها في الووتر باث عشان تكون سايحه شويه. ممكن تعقم بسهوله لانها يعني ما بتشربش الماء، يعني انا دحين ما خرجها من فم المريض مش قلنا انه لازم استطيع ان اعقمها، هذه تتعقم بالراحه، يعني ممكن اعمل بخاخ معقم عليها مش حتشرب المعقم لانها متشبعه بالماء، ما هي زي ما الاسفنج تشرب الماء. ما بيحصلهاش اي تشوه حتى لو عقمتها، اما عيوبها زي ما انتم شايفين شغله تحتاج الى حمامات مائيه وتكنيك خاص وجهاز خاص وتكنيك خاص. يعني الناس اللي بتدور التكنيك السهل زرار ويطلع لك الطبعه، مش تستعمل في الحمام المائي الاول والثاني والثالث. اما العيب الثاني اللي هم حاولوا يعني يتجنبوه لكن لا تزال موجوده انها دايمنشنال ستابيليتي. كيف حاولوا يتجنبوه؟ مش قلنا احنا بعد ما تخرج الطبعه من فم المريض تحطها في ماء فاتر اللي هو قلنا عليه هنا في النقطه رقم 4 درجه حرارته 13 عشان يتماسك شويه. لكن قال لك لكن لو نسيت يا دكتور وخرجت طبعا فم المريض وحطيتها على الترابيزه والجو حار زيها زي الجيلي حق الاكل، ايش ممكن يحصل لها؟ تسيح، واذا ساحت شويه راحت التفاصيل كلها. كذا انتهينا من الجزء الثاني من الامبريشنز اللي هو تكلمنا فيها على او كملنا في ريجيد امبريشن ماتيريالز امبريشن كومباوندز زنك اوكسيد ايجانول، وتكلمنا في الجزء الاول من الالاستيك والجزء الاول من الهيدروكوليت كمان اللي كانت اجار امبريشن ماتيريال. نطير مع هذه السلايد وننتقل ان شاء الله في المحاضره الجايه عن بقيه العائله.